قابلة الأكابر، اسمي محمد فارس خضر عبده، من سكان غزة طبعاً. أنا كنت شغال في شركة سفير الحب، موظف وأتقاضى راتب قليل جداً طبعاً، فأنا حبيت أن أنا أستقل لحالي. الحمد لله ان انا فتحت المشروع، ولانه انا عندي عيال وعندي زوجه طبعا وراتب قليل جدا، فانا حبيت ان استقل لحالي واكبر المشروع بنفسي وافتح مشروع انا الي نفسي شخصيا. طبعاً التجأت لمؤسسة فاتن للأقراض وساعدتني، فلها كل الجزيل والشكر، فالحمد لله رب العالمين وربنا وفقني. مؤسسة فاتن لتمويل المشاريع الصغيرة، نساعد الناس ليساعدوا أنفسهم.